السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهاردة هنعمل معاكم ازاي نقدر ننزل يوبانتو جوه فيرتشوال بوكس. عشان انزل اليوبانتو جوه الفيرتشوال بوكس محتاج اعمل حاجتين، محتاج انزل الفيرتشوال بوكس ومحتاج انزل اليوبانتو. عشان انزل الفيرتشوال بوكس ذات نفسه حضرتك اكتب اوراكل فيرتشوال بوكس او فيرتشوال بوكس، هيطلع لك بتاع اوراكل او الموقع، هيطلع لك من المواقع كلها. لما تفتحه بتلاقي ده الشكل اللي حضرتك شايفه قدامك، تلاقي هنا بيقول لك داونلود فيرتشوال بوكس، اضغط عليها. اول ما هتضغط عليها هيطلع لك ده، حضرتك بتنزله على ويندوز، اختار ويندوز هوست، هتلاقي فايل اي اكس اي نزل لحضرتك، حضرتك هتحمل تمشي مع الفايل وتحمل. طيب بعد ما حضرتك هتحمل الفايل اي اكس اي هتروح تسيت اب الفايل وتروح تكتب في السيرش بتاعك يوبانتو. اول ما تكتب يوبانتو هيطلع معاك اول موقع، هو ده الموقع اللي هيطلع معاك في الاول خالص. هتفتحه هتضغط عليه وتختار ديسكتوب براحتك، اي حاجة من الاتنين واحد. بعد كده لو حضرتك كنت ضغطت ديسكتوب دي الصفحة اللي هتطلع لك، هتقول له داونلود يوبانتو. اما لو حضرتك مكنتش ضغطت ديسكتوب هتلاقي في الصفحة الرئيسية داونلود وتختار 18.4 LTC. في الحالة ديت أول ما تضغط على 18.4 LTC هيجيب لك صفحة يقول لك لو عايز تتبرع له، هتلاقي فيه داونلود أهو. دي الصفحة اللي هي لو أنت عايز تتبرع له هو أوريدي الداونلود هيستارت أوتوماتيك. طيب لو حضرتك بقى كنت دخلت هنا هتختار الاوبشن بتاع داونلود وبرضه نفس الكلام هيحصل معاك. بعد ما الداونلود هيخلص هتلاقي فيه فايل دوت ايزو فايل مساحته حوالي داخل على 2 جيجا او جيجا و900 ميجا بايت. حضرتك هتفتح الفايل دوت، يعني هتتأكد ان هو موجود عندك، هتبقى عارف مكانه فين. بعد كده تفتح حاجة اسمها Oracle Virtual Machine Box Virtual Box، ده اللي انت كنت لسه عامل له سيت اب من الفايل exe اللي انت لسه منزله من شويه. لحظه، المفروض ان هو هيكون بالشكل ده، مفيهوش اي فيرتشوال ماشين. هنا هتضغط على نيو، هيقول لك عايز تسميها ايه، سميها مثلا يوبانتو. بعد كده اتاكد ان هو مختار هنا لينوكس ومختار هنا يوبانتو، هتقوم قايل له نكست. هتختار الرام، الرام هنا أقل حاجة تختارها 4000، ما تختارش أقل من 4000 عشان الجهاز ما يهنكش معاك. كل ما زودت طبعا كل ما كان أحسن، بس ما تعديش الخط ده عشان الجهاز نفسه ما يهنكش برضه. يعني هتلاقي بقى الأرقام مختلفة، اختار ما يتناسب معاك بس ما تقلش عن 4000، وكل ما زودت كل ما يبقى أحسن. فأنا مثلا هختار 8000. بعد كده هقوم قايل له next، هيقول لي عايز تعمل virtual hard disk now، هنقول له هنقول له create، فهضغط create. بعد كده هيقول لك VDI ولا ايه نوع، هتقول له VDI dynamic allocation بعد كده هنا مش هتعمل اي حاجة، هيطلع لك بقى ان هو كده عمل لها creation خلاص. هتروح على setting، ومن سيتنج هتختار ستورج، وجوه ستورج تلاقي حاجة اسمها كنترولر اي دي اي وتحتيها كلمة امبتي. تضغط على امبتي دي وتضغط على علامة السي دي، تشوز فيرتشوال اوبتيكال ديسك. بعد كده تحدد بقى مكان فايل الايزو اللي احنا لسه منزلينه من شوية اللي كان جيجا و900 ميجا، ولا اوبن، هنقول اوكي. بعد كده اروح اقول له ستارت. اول مره بيستارت فيها الموضوع بياخد وقت شويه عشان هنعمل انستوليشن. كبر الشاشه دي، لو الماوس جه هنا هتلاقيه بيختفي، عشان تظهره تاني اضغط رايت كنترول، اضغط على زرار الرايت كنترول هتلاقيه طلع لك تاني. اوكي حضرتك بقى بتسيبه شويه يحمل، وبعد ما بيخلص تحميل بنبتدي بقى نقول ايه الستيب اللي حضرتك هتعملها ستيب باي ستيب. خلص تحميل خلاص، هنختار انستول يوبانتو. بعد كده هنختار انجلش، سواء بقى يو اس يو كي زي ما تحب.
اقول continue. بعد كده هنقول له minimum installation، مش هنقول له عايزين download ولا اي حاجة خالص. كده هنقول له continue، هيقول لك errors. طبعا الكلام ده لو انا بنزل اللي ويندو على الفيرتشوال ماشين. الاوبشن ده لو حضرتك بتنزله على جهازك من غير فيرتشوال ماشين ممكن يدلت لك كل حاجة. فنقول له install now، يعني فيرتشوال ماشين زي ما احنا بن سيت اب الايفنت جوه الفيرتشوال بوكس يا شباب. هنقول له continue. بعد كده دلوقتي هيجيب لحضرتك التاريخ، اختار كايرو. بعد كده هقول له continue، هيقول لك يوزر نيم مثلا سميه يوبانتو، الباسورد مثلا من 1 لـ 9 زي ما تحب، يعني دي برايفسي كل واحد وزي ما هو عايز. بس الباسورد ده هتكتبه هنا، اكتبه تاني واوعى تنساه. بعد كده هنختار لوج ان اوتوماتيكلي عشان ما يقرفناش كل مرة وما يلين له كونتينيو. كده هتلاقي الانستوليشن بدأ اوتوماتيك. بعد ما ده هيخلص هنرجع نقول هنعمل ايه. انا هوقف طيب. بعد ما يقارب النص ساعة هتلاقي الانستوليشن خلص، وهتلاقي جايب لك علامة ريستارت ناو ديت، اضغط عليها. هيقول لك شيل الانستوليشن ميديم then press enter، اضغط enter. هي ريلود، يعني هيعمل كأنك بتعمل ريستارت كده. هو يعني بياخد زي دقيقة دقيقتين عمال ما يحمل. بعد كده مرحبا بكم في اللينكس. كده احنا بقى عندنا لينكس، نقول له next next next. طبعا يعني لو عايز تعدل في الداتا اللي عدل فيها لحد ما تقول done. كده حضرتك نزلت اليوبانتو. الجزء الباقي ده عشان تحمل حاجة اسمها باي شارت. ازاي هتحمله؟ ده اللي هقولكوا حالا. كل ما على حضرتك انك تكتب الكود اللي قدام حضرتك ده، تاخده كوبي. بعد كده تيجي هنا تقوم مختار تيرمينال وتعمل له بيست. هيسألك على الباسورد، اكتب الباسورد اللي كتبناه من شوية واحنا بنعمل انستوليشن. هيبتدي يعمل داونلود. الداونلود ده حسب سرعة النت عندك عاملة ازاي. اهو بدأ يشتغل هنا، هياخد 10 ساعات عندي. طبعا النت الجامعة بتاعنا سريع. ف anyway ده اللي هيخلص. بعد ما الداونلود ده يخلص هنقدر نشغل الباي شارم ببساطة جدا. لما يخلص الداونلود هاجي اوريكوا ازاي نقدر نشغل الباي شارم مباشرة. بس تبقوا عارفين اهو دي المؤشر، هو كام في المية خلص، باقي لك قد ايه عمال ما يخلص، سرعة الداونلود. وده طبعا زي كده داونلود بار، يعني بيعرفك هو خلص قد ايه. انا اهو بقى له 35 ثانية. طيب دلوقتي داونلود خلص، بتكتب في التيرمينال باي شار ماينس كوميونيتي، ضغط انتر. هيطلع لك في اول مره بس تنزله الكلام ده. ده لو حضرتك كنت منزل باي شارم فانت هتقول do not import setting. تقول اوكي، هيقول لك scroll down to accept. تحت طبعا بنقوم قايلين له accept. بعد كده براحتك send او don't send، انا ما بحبش اشير مع باي شارم يعني. بعد كده هنا بقى شكل الاديتور عايزه ايه. في مقولة بتقال ان اللي بيستخدم اديتور ابيض ده احمر. فايتس اب تو يو، سكيب ريمينينج اند سيت ديفولت. مش عايزين نوجع دماغنا كتير. هيبتدي يحمل اهوت. طبعا حسب الرماد وحسب جهازك وحسب حاجات كتيرة. وهتلاقي اشتغل اهوت قدامك. تقول له create new project، سميه مثلا تيست. بعد كده اقول له create
هاي لود شوية، هنقوم قايلين له هنا كلوز. دي شوية تيبس للي زي حضراتكم عايز يعرف. هتلاقيه هنا بيقولك ان في ايرور، بيقولك no module named this utils.core. هندور على الكلام ده على النت هوريهولك ازاي. بما ان احنا عندنا مشكلة، نفتح فايرفوكس. لو حضرتك كتبت هنا دي طريقة حل أي مشكلة تطلع لك، no module، بعد كده اكتب اسمه named this core by char. طالما لقينا حاجة كده واحنا بنعمل سيرش، يبقى هتلاقي حد قال ان في مشكلة زي كده. بتفتح اللينكات اللي انت لقيتها ديت، وتبتدي تقرا. هتلاقي حد بيقول على مشكلة اهو، الراجل مصور نفس اللي ظاهر عندنا اهو بالظبط. انزل بقى شوف الناس قالت له ايه. قالت له اعمل الكلام ده، sudo apt get install python 3 dest util. هنروح نفتح تيرمينال جديدة ونكتب فيها الكلام ده اهو. وبيقول لك هنا انا هنزل 2 ميجا، هنقول له يس اللي هي واي. هيبتدي يحمل شوية، انت ونتك بقى خلص كده. نقوم قافلين التيرمينال دي، ونروح ل باي شارب، نقول له اوكي كلوز، ونقوم قايلين له هنا اكزيت. بعد كده نفتح التيرمينال تاني، نقفل باي شارب يعني خالص اهوت، ونروح نفتح الباي شارب. هيبتدي بقى يشوف دست يوتيلز اللي احنا كنا لسه منزلينها دي. نزل، تأكد انها موجودة، قال لك كله تمام. بعد كده نيجي هنا مثلا ونقوم قايلين له كلاك يمين نيو، بعد كده بايثون فايل سميه بقى برضه تيست. يلا ان شاء الله ما حتحوش حاجة، كله تيست. بعد كده نجرب هنا مثلا، نكتب اكس ايكوال 10، ونقوم قايلين له ران تيست. سوري instead incorrect. في مشكلة ليها علاقة بالبايثون، البايثون مش موجودة عشان احنا عملنا المينيمال. طب لحظة واحدة بقى، هسجل دي في فيديو تاني عشان نحل المشكلة دي. طيب الموضوع بسيط، هنضغط على configure python interrupt، بعد كده nothing to show. هنضغط هنا هنقول python 3.6 install python package، وندخل الباسورد بتاعتنا. هيبتدي ينستول، وبعد ما الانستوليشن ده يخلص هتلاقي الدنيا اشتغلت تمام. في موديول تاني ملاقوهوش، هنروح نعمل داونلود وهكذا. طيب حل المشكلة طلع بسيط، هنقول sudo apt get install python 3 minus setup tools أو terminal جديدة، نكتب فيها الكود بتاعنا. كده المفروض إن هي اشتغلت. دي الباي شارم نقفله، ونقول هنا اوكي، ونرجع نكرر نفس الكلام. انا هقفل هنا وهعمل فيديو جديد بقى اكمل اذا كان في مشكلة تانية.